أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام و وصلنا الى هذا الحديث عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام. يقول يمصون الثماد او الثماد ويدعون النهر العظيم. قيل له وما النهر العظيم؟ قال رسول الله والعلم الذي اعطاه الله. ان الله عز وجل جمع لمحمد صلى الله عليه واله سنن النبيين من ادم وهلم جره الى محمد صلى الله عليه واله. قيل له وما تلك السنن؟ قال علم النبيين باسره وان رسول الله صلى الله عليه واله صير ذلك كله عند امير المؤمنين عليه السلام. هذا من الاحاديث التي يبين فيها الامام الباقر عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى جميع العلوم التي انزلها على الانبياء عليهم الصلاه والسلام، هذه العلوم اورثها رسول الله محمدا صلى الله عليه واله. فالعلوم التي نزلت انزلت على ادم وعلم ادم الاسماء كلها هذه العلوم يعلمها رسول الله صلى الله عليه واله العلوم التي انزلها الله سبحانه وتعالى على نوح، على ابراهيم، على موسى، على عيسى، على سائر الانبياء، الكتب السماويه السابقه، الاحاديث القدسيه وغير ذلك، هذه العلوم كلها الله سبحانه وتعالى علمها رسوله محمدا صلى الله عليه واله ورسول الله علم تلك العلوم امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام بامر من الله سبحانه وتعالى انا مدينه العلم وعلي بابها وهذا هو مقتضى حديث الثقلين ايضا إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الثقل الأكبر هو القرآن الكريم، الثقل الأصغر هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويقول الرسول في هذا الحديث وإنهما لن يفترقا. ما لا يوجد هناك افتراق بين الأئمة وبين القرآن الكريم، فمعنى ذلك جميع علوم القرآن عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم إذا جهلوا علما من علوم القرآن فذلك افتراق على القرآن في هذه الجهة والحديث يقول وإنهما لن يفترقا لا يوجد افتراق بين القرآن وبين الأئمة عليهم الصلاة والسلام ولكن الكثير من الناس بدل أن يأتوا ويأخذوا علومهم من الائمة عليهم الصلاة والسلام شرقوا وغربوا بعد رسول الله صلى الله عليه واله جيء بكعب الأحبار واحد يهودي من قساوسة اليهود أو من رهبان اليهود أو من حاخاماتهم، وهذا الشخص كان قد أظهر الإسلام زين لم يرى رسول الله صلى الله عليه واله ولم يأخذ علمه منه وكان من الاحبار في اليهود هذا الشخص جيء به الى مسجد الرسول صلى الله عليه واله ليفسر القران. يعني امير المؤمنين اللي هو باب علم الرسول صلى الله عليه واله، سائر الصحابه الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه واله وشاهدوا نزول هذه الايات ويعرفون شأن نزولها والرسول صلى الله عليه واله فسرها لهم، هؤلاء تركوهم جاؤوا بحبر من احبار اليهود يفسر القرآن. زين هو شنو يفسر القرآن؟ بك بأي طريقة؟ بالطريقة اللي كان يعرفها حينما كان حبرا. التوراة المحرفة، الكتب المحرفة. فبدأ يفسر القرآن تفسيرا بحسب التوراه ومن هنا دخلت الاسرائيليات في المسلمين، الان احنا نعاني تراجع بعض كتب التفسير وغيرها من كتب الحديث خاصه في غير الشيعه تجد مليئه بهذه الاسرائيليات من هنا نشأ بدل ان يذهبوا الى باب علم الرسول صلى الله عليه واله ذهبوا الى هذا وامثاله وبعدين الأنكى من ذلك، زين مرة ينسبون هذا التفسير أو هذا الكلام أو هذه القصة إلى كعب الأحبار، لكن مرة أخرى وهذا في كثير من الأحيان اختلقوا أسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم صححوا هذه الأسناد فاعتبرت كلاما لرسول الله صلى الله عليه وآله. وصار كعب الاحبار هو الذي وامثال كعب الاحبار هم الذين يستقي منهم كثير من المسلمين عقائدهم واحكامهم وما الى ذلك. السبب في ذلك شنو هو؟ اقصاء اهل البيت، الرسول قال: وانهما لن يفترقا ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. زين اذا انت اقصيت اهل البيت معنى ذلك انك اقصيت القران. لأن الرسول يقول وإنهما لن يفترقا. إذا أنت أخذت علمك من غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، معنى ذلك أنك أخذت علمك من غير القرآن. ومعنى ذلك هو الضلال، لأن الرسول يقول: "ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا". هاي لن لنفي التأبيد. ما في ضلال لكم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لن تظل عندما نفي الأبد، يعني لا تظل في الدنيا عن طريق الهداية ولا تظل في الآخرة عن طريق الجنة. لكن مع الأسف بترك أهل البيت ترك القرآن أيضا. القرآن ليس قراءة فقط، الخوارج أيضا كانوا يقرؤون القرآن. ورسول الله صلى الله عليه واله يقول يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. يعني هذا ما ينفذ إلى قلوبهم. وهؤلاء حاربوا امير المؤمنين بتفسيرهم الخاطئ للقران حتى انه عليه السلام قال كلمه حق يراد بها باطل مرقوا من الدين القران ليس قراءه فقط صحيح قراءه القران لازمه تعلم القران لازم حفظ القران فضيله لكن هذا كله مقدمه للعمل اذا واحد يقرا ايه الصلاه ولا يصلي هذه الآية تلعنه وفي الحديث رب تال للقرآن والقرآن يلعنه الحجاج ابن يوسف الثقفي الطاغية المعروف كان واليا من قبل بني أمية على العراق عشرين عاما وأفسد أيما إفساد هذا الرجل كان حافظا للقرآن زين ولكنه ما كان يعمل بالقرآن بل يخالف القرآن لو كان يعمل بالقرآن كان يصير حفظه للقرآن فضيلة لكن بمخالفته للقرآن هذا الحفظ صار وبال عليه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فعلى كل حال هؤلاء أخذوا علومهم من غير أهل البيت فظلوا وأظلوا لانهم تركوا اهل البيت فتركوا القران ايضا القران يحتاج الى تفسير يحتاج الى بيان منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فالامام الباقر عليه الصلاه والسلام هنا يقول يقول يمصون الثماد الثماد جمع ثمد الثمد شنو هو وهو الماء القليل الذي لا ماده له احيانا انت تذهب الى صحراء مثلا او الى مكان تجد عين ماء هذه العين صيفا وشتاء جاريه لماذا لان لها ماده مخزن تحت الارض هذا المخزن يخرج بشكل عين ماء، فهذا الماء يكون عاده زلال صافي بارد من ماء معين، لكن احيانا لا يوجد للماء مخزن زين؟ تأتي امطار هذه قليل تجتمع امطار في مكان وتخرج من مكان اخر، او احيانا يصب ماء في مكان مرتفع ينفث في الأرض يخرج من الطرف الآخر في مكان منخفض هذا ماء إلى مادة وكثير من الأحيان هذا الماء يكون ماء آسن غير صالح للاستفادة لأنه مثلا ماء مجاري أو كذا يصب في مكان ثم يخرج من مكان آخر زين هؤلاء يمصون الثماد لأن الماء قليل يحتاج إلى مص لا يتمكنون من أن يعبوا عبا ويدعون النهر العظيم ماء زلال جاري يتركونه وهذا من سوء حظهم بسوء عملهم بسوء فكرهم قيل له وما النهر العظيم؟ قال رسول الله والعلم الذي اعطاه الله الرسول صلى الله عليه واله علمه الله سبحانه وتعالى وهذا العلم الرسول صلى الله عليه واله بينه رسول الله في المدينه في كل جمعه كان يخطب خطبه الجمعه وفي مناسبات مختلفه كان يخطب كان في المجلس في المسجد يجلس ويعظ الناس ويبين لهم الحقائق هذا النهر العظيم وقد وصلنا كثيرا من كلام الرسول صلى الله عليه واله على رغم منع تدوين الحديث بحجة واهية أنه الحديث لا يختلط بالقرآن كأنه لا ما كان الصحابة يميزون بين القرآن وبين الحديث والعرب الأوائل الذين كانوا في الصدر الأول ما كانوا يميزون يعني بين القرآن وبين الحديث القرآن معجزة الرسول على رغم أن كلامه في قمة الفصاحة والبلاغة لكنه دون كلام الله سبحانه وتعالى أي واحد عند أدنى درجة في علم البلاغة والفصاحة أو سليقته كان ذلك يميز بين القرآن وغير القرآن هي الهدف من منع تدوين الحديث كان شيئا آخر زين على رغم منع تدوين الحديث على رغم كثرة الكذابة يعني الجماعة التي تكذب أو الكذابة الذين يكثرون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن مع ذلك كثير من علم الرسول صلى الله عليه واله وصل الينا واكثره وصل الينا عبر اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فكانوا يتركون علم الرسول الذي عند اهل البيت ويذهبون الى فلان وفلان وكلامهم الغريب العجيب الباطل في الله وفي الرسول وفي المعاد وفي الاحكام وفي الاخلاق وما الى ذلك أن الله عز وجل جمع لأن الإمام الباقر قال النهر العظيم هذا تشبيه لبيان أن علم الرسول له مادة تتصل بالوحي ويستمر ولا ينقطع لأن الأنهار العظيمة لا تنقطع صيفا وشتاء إن الله عز وجل جمع لمحمد صلى الله عليه وآله سنن النبيين من آدم فما بعد يعني وهلم جرى هلم جرى يعني استمر من آدم إلى آخر الأنبياء الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وآله آخر الرسل قبل محمد كان عيسى لذا الآية تقول على فترة من الرسل لكن بعد عيسى حسب ما يظهر من بعض الأحاديث كان هناك أنبياء غير رسل وهؤلاء الأنبياء الله سبحانه وتعالى حباهم بالعلم بزيادة ونقصان بعضهم أعلم من البعض الآخر كل هذه السنن جمعها الله سبحانه وتعالى في محمد يعني علمها رسوله محمد صلى الله عليه وآله وزياده قيل له وما, وما تلك السنن يعني سئل الإمام الباقر ذيك السنن شنو هي؟ قال علم النبيين بأسره كله ما في شيء استثناء يعني ما كل نبي يعلم شيء يعلم شيئا ولا يعلمه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله كلا جميع ما علمه الله الأنبياء علمه رسوله محمدا وزاد في علمه ما شاء ثم بعد ذلك يقول الإمام الباقر وإن رسول الله صلى الله عليه واله صير ذلك كله عند أمير المؤمنين عليه السلام، كل هذا العلم الرسول علمه عليا عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل هذه الأمة مرحومة فلم يقطع عنها الاوصياء المعصومين الذين لهم اتصال بالسماء عن طريق جدهم رسول الله صلى الله عليه واله وتحدثهم الملائكه الله ما قطع اللطف عن هذه الامه لكن اذا هذه الامه هي رفضت فضل الله سبحانه وتعالى بعد هاي المشكله مشكلتهم كما ان قوم موسى عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى رحمهم برحمه واسعه جدا، فضلهم على العالمين في آيات متعدده من القرآن، جعل فيهم موسى نبيا وأخاه هارون أيضا معه نبيا، من عليهم بالمن والسلوى أنجاهم من آل فرعون، رأوا الآيات والمعجزات انفلاق البحر العصا التي تتحول إلى ثعبان وتضرب هذه العصا على الحجر على الحجر فينبجس منه اثنتا عشرة عينا ورأوا 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 هكذا أمور زين موسى أراد أن يذهب إلى الطور خلال هاي الفترة الله سبحانه وتعالى لم يتركهم بدون راعي بل جعل لهم راعٍ هو هارون عليه السلام وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين زين بعد تريد أكثر من هذا معجزات رأوها بأم أعينهم مان سلوى أكلهم إنقاذهم من الظالمين إهلاك عدوهم المعجزات والآيات الباهرات الأخرى وجعل وصياً وخليفة في بني إسرائيل عشر أيام موسى تأخر عنهم لحكمة فواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر خلال هاي الفترة جاء السامري وأضلهم جمع من حليهم الكثير وصنع عجلا يعبدونه من دون الله وهارون موجود وينهاهم ويقول لهم ولقد قال لهم هارون من قبل ما فادوا وياهم حتى انهم ارادوا قتل هارون هسه هنا المشكله من وين؟ الله سبحانه وتعالى هسه حسب تعبيرنا قصر وياهم كلا الله رحمهم وعمهم فضله فضله والله سبحانه وتعالى كل وسائل الهداية جعلها معهم وخليفة عينه فيهم لكن هم رفضوا اتبعوا السامري هاي المشكلة فيهم سقطوا في الامتحان والأمة الإسلامية ليست استثناء ما جرى في بني إسرائيل يجري في هذه الأمة الإسلامية هم الأحاديث الدول هم علم الاجتماع يدل أن طبيعة البشر طبيعة واحدة النمط والاشكال تتغير بس الجوهر والواقع واحد. زين راوا رسول الله محمدا صلى الله عليه واله وشاهدوا المعاجز في غزوه احد والرسول موجود شردوا. مع انه كبيره جدا ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. والرسول موجود ويناديهم في الايه الشريفه في سوره ال عمران: والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول يدعوكم في اخراكم اذ تصعدون يعني تفرون في الصعيد تروحون الى اماكن مختلفه، واحد منهم ثلاث ايام يشرد الى ان وصل الى البحر ولا تلون على احد ما تديرون وجهكم تشوفون منو خلفكم من شده الخوف والرسول يدعوكم في أخ أخراكم زين لماذا؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا عندهم معاصي هذه المعاصي سببت أن الشيطان في هذا الموقع الحساس يزلهم وقعوا في زين. والرسول موجود زين الله سبحانه وتعالى هذا الامتحان والأكثر سقطوا فيه عفا مو مشكلة زين يوم خيبر في يوم خيبر كذلك يجبن أصحابه ويجبنونه إلى أن فتح الله حصون خيبر بيد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام زين في يوم الخندق في يوم الخندق ما صارت معركة كبيرة لأن الرسول صلى الله عليه وآله رأى جيش المشركين أحزاب عشرة آلاف واحد مدججين بالسلاح لا يمكن المقابله والقتال معهم، فامر بحفر الخندق فلم تحدث الا معارك قليله اللي اهمها كانت المعركه اللي صارت بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وبين عمر بن عبد ود زين الايه الشريفه ماذا تقول؟ واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ظن السوء بالله سبحانه وتعالى زين أيام مشيناها يوم خندق مشينا ويوم خيبر مشينا زين بعد فتح مكة في غزوة حنين ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين بعد ما عندنا هنا الآيات تقول ولقد عفى الله عنكم ذاك كان في غزوة أحد يوم حنين في السنة السابع الثامنة بعد فتح مكة ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم الله سبحانه وتعالى انزل نصره زين هؤلاء هكذا والرسول موجود زين بعد الرسول تكررت في المسلمين نفس قضية موسى وهارون لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خاطب الرسول والرسول في قبره وقال بهذه الآية خاطبه يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني لذا الرسول يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد جميع منازل هارون من موسى كانت لأمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وآله ومنها الخلافة زين رسول الله صلى الله عليه واله اختياره لامير المؤمنين ما كان من نفسه، الله سبحانه وتعالى هو الذي امره بالتبليغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. فالامام الباقر في هذا الحديث يقول وان رسول الله صلى الله عليه واله صير ذلك كله عند امير المؤمنين عليه السلام. زين الكلام واضح لكن اكو بعض الناس لا يفقهون. لا يفهمون لا يشعرون الرسول كان يتلو عليهم القران والقران بلسان عربي مبين ما كانوا يفقهون فقال له رجل يا ابن رسول الله فامير المؤمنين اعلم ان بعض النبيين يعني يصير امير المؤمنين يكون اعلم من النبيين من بعض النبيين هذا السؤال الإمام الجو... الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام لم يجبه، هذا الإنسان ما له قابلية للفهم. زين الكلام جدا واضح الله جميع علوم النبيين جعلها في رسول الله صلى الله عليه واله ورسول الله صيرها إلى أمير المؤمنين. زين معنى هذا الكلام أن أمير المؤمنين علياً هو أعلم من بعض النبيين. لكن هذا الإنسان لم يفهم هذا الكلام، لذا الإمام الباقر أعرض عنه لم يجب هو إنما خاطب سائر الناس الذين كانوا هناك لأن هذا الإنسان لعدم فهمه ولعدم فقهه ما كان إلى قابلية أن يواجه بالجواب أحيانا هناك واحد يسأل سؤال زين مستفهم وإلى قابلية للفهم تجاوبه مرة يستفهم لكن ما له قابلية للجواب. أنت لا تجيبه بجواب بس هو مستفهم تجيبه بجواب آخر. واحد متعنت هذا بعد لا يحتاج إلى جواب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. فقال أبو جعفر اسمعوا ما يقول يعني خاطب الناس الذين كانوا حاضرين في ذلك المجلس. إن الله يفتح مسامع من يشاء الآيه شنو هو هي ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور وفي آيه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم الاسماع مو معنى قرع الكلام السماخ الاذن هذا كل واحد يسمع حتى الطفل الرضيع هم يسمع المراد من السماع في هذه الايات يعني سماع تفهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم زين الرسول هل تلا الآيات على مثل أبي جهل نعم أبو جهل سمع تلك الآيات نعم هل أسمع كلا يعني شنو سماع تفهم لأنه هو بالسوء اختياره أغلق باب عقله على فهم هذا الكلام إن الله يَفْتَحُ مَسَامِعَ مَنْ يَشَاءُ. طبعاً مشيئة الله ليست اعتباطاً لأن الله حكيم. هذا الإنسان إلى قابلية بحسن عمله الله يَفْتَح مسامع قلبه. هذا الإنسان ليست له قابلية بسوء عمله بسوء اختياره الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه ويجعل على قلبه وعلى بصره غشاوة. إن الله يفتح مسامع من يشاء إني حدثته أن الله جمع لمحمد صلى الله عليه وآله علم النبيين وأنه جمع ذلك كله عند أمير المؤمنين عليه السلام وهو يسألني أهو أعلم أم بعض النبيين بعد هذا ما بي سؤال لكن هذا الإنسان مسامع قلبه مغلقة بسوء اختياره فإذن هذا الحديث وغير من أحاديث هذا الباب يدل على أن جميع العلوم التي أنزلها الله على النبيين أورثها محمدا صلى الله عليه وآله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله صير تلك العلوم إلى أمير المؤمنين ومنه إلى الأئمة زين إحنا علمنا بذلك شنو الفائدة أولا نعلم حكمة الله الله اختار هؤلاء ائمه لانه علمهم ما اختار ناس جهله. ثانيا نتبعهم ونطيعهم لان كلامهم من كلام رسول الله صلى الله عليه واله ونؤمن بهم كما امرنا الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.